عقد الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري مؤتمرا صحفيا في تعز حول مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية بظل ظروف بالغة الصعوبة يواجهها التاريخ اليمني الحديث وسلسلة من الأخطاء أدت إلى إطالة أمد الحرب في اليمن. منذ توقيع اتفاقية ستوكهولم التي أتاحت لي قوى الانقلاب الفرصة لإعادة رص صفوفها وتنظيم قواتها وتحقيق هزائم متلاحقة بالشرعية بدءا من حجور ثم الضالع ثم نهم ثم الجوف وغدا لا نعلم ماذا ستأتي من مفاجآت. ركز الأمين العام على مدى فشل الشرعية في حكم المناطق الواقعة تحت سيطرتها في كل المجالات لا سيما الإخفاقات العسكرية ومشالة الجيش. الفشل الذريع والأساليب الإدارة الفاشلة التي كرست الفساد وعجزت عن بناء جيش وطني ومؤسسة أمنية على أسس وطنية. اعتبر نعمان إزاحة الحكومة التوافقية بمثابة الانقلاب على الشرعية ذاتها. كانت الكارثة عندما أقدم الرئيس عبد ربه منصور هادي على الانقلاب على التوافق وأقصى بحاح رئيس الحكومة التوافقي، شئنا اتفقنا أو اختلفنا مع بحاح كان رئيسا لحكومة توافقية، إقصاؤه يعني انقلاب على التوافق. ثم كانت الكارثة بأن أتى برجل بديل له في السلطة في موقع نائب رئيس الجمهورية تاريخه مليء بالهزائم والفشل. وحول الأحداث الأخيرة والانتكاسات التي طالت القوات الحكومية في جبهات عدة أهمها حجور ونهم والجوف، حمل نعمان المسؤولية الكاملة الرئاسة اليمنية. أولا طبعا ما جرى في نهم والجوف وحجور والضالع يتحمل مسؤوليته بالدرجة الرئيسية رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ونائبه باعتباره المسؤول العسكري المباشر ووزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان ثم القادة الميدانيين المسؤولين عن هذا الأمر. حتى لو وجد اختلال في عملية بناء الجيش وإلى آخره تحملوا المسؤولية هم هؤلاء الناس. اختتم المؤتمر الصحفي بالإجابة على تساؤلات الصحفيين والإعلاميين حول مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية. عواد الوهباني، اليمن اليوم، تعز.